ليش واقف؟ قاعد ولا داعي. قولي اللي عندك باختصار. هاليومين ماجد بيملك على أختك أسيل. أنا قلت لهم يخلصون شغلهم بسرعة بسرعة، ترى أنا الوحيدة اللي تدري عن الموعد للحين. قلت أزف لك البشارة أول واحد، يمكن تستانس وتطلع من اللي أنت فيه. يلا جهز شداشتك وبخورك، وترى الحفلة على قدنا، ما فيها لا لويا ولا فشخرة. إذا كنت موجود راح يصير شيء كلكم ما تمنونه. فخركم بعيد عني أحسن. تصدق تمنيت في هاللحظة لو أنا مسوية الملكة أنت مقطوط وخايس بالسجن، على الأقل يكون لغيابك عذر وما تطيح من عيون الناس، مع أني أشك أنك كنت فيها أصلاً. حياتي ما تخيلت اني بستحلي على نفسي واحد من فساتيني الجديده اللي انا مسويتها. تدري امس امي كانت تقول ان اي وقت انا وانت نكون مستعدين وجاهزين كل شيء راح يكون جاهز، بس انا وايد متحمسه ودي ان العرس يكون اليوم قبل باكر. يعني هذا يوم كلنا ناطرينه، انا وانتي وامك وكل اللي يحبونه، بس يعني انا اقول ننطر لا نستعيل عشان يكون يوم مميز وحلو. ابيك تستعدين لعدل. أدري حبيبي، بس يعني لا تنسى أن العرس بيكون في بيتنا، يعني ومو عازمين وايد ناس، كلها كم واحدة من رفيجاتي وأهلنا، كل شيء مقدور عليه. ما عليه، بس أنا ما بيك تضغطين على نفسك، يعني شوفي الساعة كم وتوج طالعة من المشغل. لا تحاتي، كل شيء يهون عشان خاطر هاليوم.